عندك عضلة فم مترهلة؟ اليوم رح نشتغل على شد عضلة الفم، بس خلونا نشوفها بالأول. المطلوب نستخدم فقط بشرة نظيفة، الإبهام والسبابة والوسطى، هدول النون رح نشتغل فيهم على عضلة الوجه بعد ما حددنا العضلة. رح استخدمهم بهذه الطريقة وما فيني أحكي أثناء التمرين. مرتين فقط، ذهاب وإياب. ننتقل على التمرين الثاني. التمرين الثاني هو تدليك عضلة الفم بشكل دائري باستخدام السبابة. بيكون هيك انتهى التمرين. أما التمرين الثالث هو مساج باستخدام السبابة والوسطى بهالشكل. التمرين لمدة 30 ثانية. رح نلاقي إنه انشدت المنطقة، كيف رح تشوفوا من الشفايف كيف انشدوا. فالفكرة رائعة جدا. طبقوها أصدقائي وخبروني بالتعليقات. يوغا الوجه هو تمسيد للعضلات اللي موجودة بالوجه، وهي شبيهة بعمليات الحقن الفيلر والقصص اللي بتصير بالوجه. بيعتمدوا إنه على شكل العضلة اللي موجودة بوشنا وبيحقنوها. نحن رح نخلي هذه العضلة تتحرك، نحركها بطريقة المساج الصحيحة. اليوم كان في عنا 3 تمارين حتى نحدد وننشط ونمسك خليها تنشد لعضلة الوجه بهذه التمارين يوغا الوجه. أصدقائي الغوالي اللي عم بيتابعني أول مرة، معكم لبينا الحي، حاصلة على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجي وبيولوجيا الشيخوخة وجمال السيد بعد 40. بتحبوا تتواصلوا معي بتقدروا ببروفايلي، وما تنسوا لايك وشير وكومنت حتى يوصل الموضوع لكل الأصدقاء. فاعل الخير كناشره.